إيجابية إن شاء الله. إذن 1-0 من أجل السوبر، من أجل السوبر يوم 22 فبراير القادم في تونس في ستاد أولمبي بسوسة. على خلفية القانون الإفريقي يقول باطل الشامبيونز ليج هو اللي يستقبل. إن شاء الله على الكل بداية واعدة جدا لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. بداية 1-0، تشكيلة الفريقين نكتشفها تباعا مع مرور الوقت، لكن الجديد في أول 3 دقائق 1-0 للسي اس اس. الهدف مهم جدا في أول 3 دقائق ثاني للفريق المريخابي، بينما هو نهائي الرابع على التوالي الدولي للسي اس اس. فريق عنده التجربة والخبرة. ما زلت مقهور على الهدف اللي ضاع، على الهدف اللي ما علقتش عليه. حاول تعوضني يا نفطي بكورة ثانية أغلى من البترول في زمن وصل البرميل 100 دولار. خطيرة جدا، حذاري فوس، برافو برافو الدفاع التونسي. ترجع مرة ثانية في وسط الميدان للسي اس اس فريق ميشيل دو كاستيل. هدف من أول دقيقة في نهائي مؤثر جدا. تمشي كورة باولينو، باولينو البرازيلي في وسط الميدان. الزوما يخسر كورة، كنترول لعبها النفطي. النفطي يعمل في تكرار سيناريو الرجاء. الفريق التونسي في دوري أبطال أفريقيا العام الماضي الفاينل، واه من كورة بوتريكا واه من آخر ثانية. اليوم تنطفئ النار في القلوب. النفطي وزع الثاني بالرأس، سجل في المرمى. الثاني 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 الثاني، مش ممكن، مش معقول، مش منطق، مش مقبول. ارقص لي على الفزاني، صدعني على الفزاني يا بليس. 2-0 في اول 5 دقائق، مش ممكن، مش ممكن. بركاتك يا خضرة، بركاتك يا سي اس اس. 2-0 2-0، النادي الصفاقسي ممكن اقتل الفينال في 5 دقائق. هرب النفطي، وزع المايسترو المعلم، اضربها بلاس بالراس، العب يا ليلو. امبلي ما لمسهاش، الدفاع المريخابي في المرمى. 2-0 توا طلعتوا رجال كي وعدتوني وكنتم على الوعد وعلى العهد. 2-0 للنادي الرياضي الصفاقسي، والكورة من باولينو في وسط الميدان. 2-0 سيناريو الرجاء نعم تكرر. في أول 20 دقيقة الرجاء سجل هدفين. كأس الكاف يلزم تكون بأقدام لاعبيه ونجومه، يلزم نرجع للمرتدات، يلزم نرجع شوية للأتاك. برافو يا بليز، أضرب الكورة بليز، ضاعت كورة وتولد، تمشي مرة ثانية. النادي الصفاقسي ما تخافش يا بركاوي. شاكر والكورة لرويد، ورويد الأمير حاج مسعود، والأمير رويد، رويد يلعب لهيثم، مرابط الارتكاز، يلعب كورة في العمق، ما فيش أوفسايد. هرب بليز، سجل الثالث. مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. ما هذه السهرة، ما هذه الليلة. نعم استفق وارقص معك من اليمين وعلى اليسار. قبل على خدك الايمن وقبلتين على خدك الايسر، وعشرة مليون قبل على جبينك يا بليز. مش ممكن، مش ممكن اللي صار، مش ممكن اللي يصير. انا في غيبوبة ولا في حلم؟ انا في حلم ولا في وهم؟ لا، مع السي اس اس هو الواقع، هي الحقيقة. العبها بالصدر وغالط بها الدين، يسجل الثالث وممكن ينهي اي اثارة للنهائي الكبير. الثالث الثالث الثالث، من توقعها؟ من كتبها؟ من دونها؟ من ألفها أو تصورها؟ مش ممكن. 3-0 في 20 دقيقة، حتى في المهيري ما تسيرش، حتى في المنام ما تسيرش. 3-0 لأسود الجنوب. النادي الرياضي الصفاقسي ممكن يضمن الخطوة الأولى نحو اللقب، ممكن يعطينا الكأس الأولى. الآن التعويل عليك يا فريق جوهرة الساحل. تمشي الكرة في خطأ وفاول. 3-0 إيدا هوش في الدقيقة 88. الإسماعيلي 1 المريخ 1، لكن بطريقة البرازيليين لم تمر في طريقة التوانسة هذه المرة. الكورة خرجت بسلام. هذه اللعب الآن نمسك الكورة، نحاول نكسر ريتم، نحافظ على الكورة، نحسن المخلفات. الآن وقت الملعبية اللي تعرف تلعب كورة. بالأساس النفطي وبلاس يشدوا الكورة في أقدامهم ويهديوا اللعب والجو. تمشي الكورة هيثم رابط، هيثم يلعب كرة طويلة، تمشي بالراس للنفطي. النفطي ممتازة من بليز، بليز ممتاز الكريم النفطي. النفطي جيب كرة خطيرة، هرب مبيلي، هرب مبيلي، خال مبيلي يعمل مراوغة للوم بيلي. حذاري إمكانية الفريق التونسي ومبيلي الكونغولي يوزع كرة خطيرة، والهدف الرابع يضيع. فرصة أخرى لفريق اليوفي. نعم اليوفي التونسي العربي كاد يسجل المرة الرابعة. نعرف نلعب الهجوم. النادي الصفاقسي من الفرق تاريخيا اللي تعرف تلعب كورة، ما ترجع ليش للدفاع.
فطنهم يا دوكاستيل. اذا تلعب الهجوم باش تزيد تسجل صدقني، اذا ترجع للدفاع باش تزيد تقبل اكد لك. تمشي كوره من كورنر، اين الراسيه والكرات الثابته، تمشي كوره براس خطيره، والهدف الرابع، والهدف الرابع. بلاز بلاز بلاز، هذا هو كلام الشوالي، هذا هو كلام الشوالي. نعم قلت لك العب الهجوم، الكرات الثابته اللي ركزنا عليها سنين، اللي انتصرنا بها سنين. دوكاستيل يرجع ويفرح. أربعة أربعة أربعة، مش ممكن، مش منطق، مش معقول، مش مقبول، لكن في الكورة كل شيء موجود يا نوساسس. اليوم سالو جيل يسول النفطي يجول بلاس، أربعة سفاقسي واحد الماري خاب، أربعة واحد، ما فماش دفاع.